السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ معلش ان انا اخرت عليكم في اخر محاضرة دي، بس عشان كنت مريضة يعني الحمد لله. اخر محاضرة ناخدها النهاردة ان شاء الله هتكون هنكمل بيها شابتر 3. احنا كنا اخر حاجة وقفنا بيها ان احنا بنشتغل ال 2 dimensional transformations، واخدنا الاربع عمليات وطبقنا على مثالين في اخر محاضرة المرة اللي فاتت. دلوقتي بقى اخر جزئية في شابتر 3 ان احنا هناخد الترانسفورميشنز بس ان سبيس، اللي هو 3 دايمنشنال ترانسفورميشنز، وبرضو هما نفس الاربع عمليات بنفس الرموز اللي كنا قلناها المرة اللي فاتت. هناخد الترانسليشن ماتريكس والروتيشن والسكيلينج والميرور او الريفليكشن. خلينا ناخد اول حاجة اللي هي الترانسليشن، او ازاي بعمل عملية نقل خطي اللي كنا بنسمي الماتريكس بتاعتها كابيتال تي. كنا بنشتغلها 2D اكس وواي بس، دلتا اكس ودلتا واي. هنزود عندنا المرة دي لما بنشتغل سبيس هنزود بس دلتا زد علشان الزد دايركشن او الزد اكسس. بنفس الاسلوب برضه او بنفس السيستم هنقول ان النيو بوينت اللي انا هحركها هي عبارة عن الاوريجينال بوينت بتاعتي، مكتوبة في شكل ماتريكس خطية في صف واحد، وهنضربها في الترانسليشن ماتريكس اللي هي الكابيتال تي. ايه اللي هيتغير عندي؟ اللي هيتغير عندي بس شكل الماتريكس او الترانسليشن ماتريكس. بدل ما كانت المره اللي فاتت ان بلين كانت 3 في 3، دلوقتي هتبقى 4 في 4. ليه زادت وقت 4؟ علشان خاطر محور زد اللي دخل معايا في السبيس. وكنا قلنا من المره اللي فاتت ان في كده كده اصلا عندي متجه تالت ضفناه اللي سميناه هوموجينيوس كوردينيت. اتفقنا ان الهوموجينيوس كوردينيت ده بيبقى شغال معايا 2D و 3D. فانا دلوقتي لما اشتغل 3D واضيف الهوموجينيوس مع 3D هيبقى عندي 4 كوردينيت. الاربعة كوردينيت هيعمل لي الماتريكس بتاعتي 4 في 4. فهنعملها اللي هي اليونت ماتريكس اللي هي القطر بتاعي والدياجونال بتاعي وحايد، وهنزل على الصف الاخير تحت دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. دي كده الترانسليشن ماتريكس. هتطلع معاك البوينت الجديده او نيو بوينت او نيو كوردينيتس اللي هي اكس داش واي داش زد داش. الواحد ده اللي هو زي ما اتفقنا هوموجينيوس كوردينيت، عباره عن الاوريجينال تساوي الاوريجينال ماتريكس، سوري الاوريجينال بوينت اللي هي اكس وواي وزد وواحد للهوموجينيوس كوردينيت، هضربها في التي ماتريكس او الترانسليشن ماتريكس اللي هي اخر صف فيها تحت. هو عباره عن ديسبيسمنت دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. تاني عمليه اللي هي الروتيشن او اللي بنرمز لها برمز كابيتال ار. كنا المره اللي فاتت لما بنشتغل 2D اتفقنا ان انا البوينت بتاعتي بتتحرك جوه بلين اسمه اكس واي، فلما يحصل روتيشن للبوينت او للاوبجكت اللي معايا في المساله هيكون الروتيشن اباوت زد اكسس اللي هو العمودي على الاكس واي بلين بتاعي. طب انا دلوقتي بحرك او بدور البوينت او الاوبجكت بتاعي جوه سبيس جوه فراغ، فيا اما الروتيشن هيكون اباوت اكس او اباوت واي او اباوت زد. مش هينفع اقول حوالين محور واحد. ليه؟ لان دلوقتي بتحرك في الفراغ، فعلشان كده هيبقى في عندي 3 روتيشنال ماتريكس وانا بشتغل في الفراغ زي البلين. وناخد اول واحده اللي هي اباوت اكس اكسس، علشان كده اتسمت الار هنا اكس والفا. الفا طبعا اللي هي الزاويه اللي انا بدور بيها، اكس يعني انا بقول ان انا الاوبجكت بتاعي او البوينت بتاعتي بتدور المره دي حوالين الاكس اكسس. برضو هتلاحظ ان الماتريكس بتاعتك بقت 4 في 4. المره اللي فاتت كانت 3 في 3 علشان بشتغل 2D، المره دي علشان انا 3D زودت محور الزد على الهوموجينيوس كوردينيت كمان فبقت 4 في 4. اول اليمنت اللي هو A واحد واحد ده بيكون اللي هو المفروض القطر كله يكون واحد، فبيتغير بس فيهم كام اليمنت. فاول واحد فوق واحد اللي هو ال A واحد واحد يعني كان بواحد على الشمال، واخر القطر بتاعي تحت خالص اخر الصف والعمود بيكون واحد، ده اللي هو الهوموجينيس، وفوق منه بيكون اصفار. طيب ده لو انا بعمل الروتيشن حوالين الاكس، وزي ما اتفقنا سواء اذا كنت بشتغل كاونتر كلوك وايز
هحط لو هو قال لي يعني ان المسألة بتاعتي بعمل الروتيشن اباوت اكس بانجل كذا وكاونتر كلوك وايز، هحط كذا ده او الرقم بتاع الزاوية بالموجب. طب لو قال لي كلوك وايز هحط نفس الرقم بس بالسالب جوه الكوزاين او جوه الساين. في اوريدي ماينس ساين عندي في اليمنت ايه 3 2، يعني الصف التالت في العمود التاني، دي سالب ساين عندي، دي ما فيهاش كلام، دي محفوظة جوه الماتريكس. اللي بيتغير بس قيمة الزاوية، لو قال لك ان هي كاونتر تحطها بموجب، لو قال لك ان هي كلوك هتحطها سالب. الكلام ده شغال 2D او 3D، دي اشارة الزاوية على حسب شكل الدوران. طب لو انا هدور او هعمل روتيشن بتاعي 3D about Y axis، فهنا اتغير اسم الماتريكس بتاعتي، اديت لها رمز R Y بيتا. طبعا بيتا هنا بس عشان اقول لك ان الزاوية مختلفة يعني، او الزاوية رقم تاني. فهنا الواي بتقولي بس ان انا بدور حوالين الواي، وبيتا كاسم زاوية جديد غير اللي كان شغال في الاكس اكسس. طبعا شكل الماتريكس اختلف، بس تاخد بالك ان الصف الرابع ده خاص بالهوموجينيس كوردينيت، مفهوش تغيير 3 0 اخره 1. طب لو انا هعمل about زد اكسس بقى، سمينا الزاوية بمسمى تالت جديد اللي هي الجاما، وقلت ان انا بدور حوالين الزد. برضو تاخد بالك ان العمود الرابع عبارة عن 3 اصفار، والواحد اللي هو ليه الهوموجينيوس ده ثابت معاك ما بيتغيرش. الماتريكس دي اللي هي اباوت زد في غلطة عندك في الكتاب، الواحد اللي فيه اللي هو المفروض element ايه 3 3، يعني الصف التالت عمود التالت عندك في الكتاب مكتوبة 0، فانت صلحها وخليها 1، او اعتمد على اللي في الشرح هنا في الحل. الاوبريشن التالتة اللي بناخدها في الترانسفورميشن هي السكيلينج، ان انا ازاي اعمل زوم ان او زوم اوت، واخدنا ليها رمز اس. كنا في التو دي بتحرك بس على الاكس والواي، فكان عندي 2 فاكتورز اللي هما الجي والكي. طب انا دلوقتي اشتغلت 3D، فمحتاجة ازود فاكتور جديد. الفاكتور الجديد اللي انا هزوده على الاكس اديناه رمز الاي، الزد سوري، فادينا الاكس اي، ادينا للواي جي، وادينا للزد كي. فهما ترتيب الفاكتورز هنا اتغيرت عن اللي كانت موجودة في التو دي. الفاكتورز نفسها اللي هنعمل بيها السكيلينج اخدت الدياجونال، بدل ما هو كان وحايد هتبقى اي وجي وكي، واخر عمود بيكون خاص بالهوموجينيس كوردينيت ده ثابت 3 0 واخر 1. نفس النوت اللي قلناها في التو دي هنقولها تاني في الثري دي، ان انا لو كان عندي الفاكتورز greater than 1، رقم بتاعي اكبر من الواحد، ديت هتكون كده انا بعمل زوم ان او بعمل اللارجينج، بكبر في الشكل. لو كانت الفاكتورز بتاعتي اقل من واحد يبقى ده معناه ان انا بصغر في البوينت او بصغر في الاوبجكت اللي معايا.